مرحبا جميعا مرة تانية بدرس، هو مش درس بس محادثة. كيف نحن مننشئ محادثة باللغة الألمانية؟ إنشاء محادثة باللغة الألمانية لمستوى البي أينز بس بالمطعم، يعني إم ريستورون، أوكي، يعني بالمطعم. كيف ننشئ محادثة بالمطعم بين الكلنة يلي هو النادل أو بيقولوا له الويتر بالإنجليزي، والجاست يلي هو الضيف اللي بيجي على المطعم. خلينا نبلش، تابعوني للآخر، ما تنسوا من السبسكرايب واللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. منبلش بأول جملة. مثلا الكلنا قبل بس يجي الضيف على المطعم بالغستوران بيقول له Guten Tag, herzlich willkommen, haben Sie einen Tisch reserviert؟ يعني يوم جيد أو يوم سعيد أو أهلا مرحبا، herzlich willkommen أو أهلا وسهلا. Haben Sie einen Tisch reserviert؟ هل حجزت طاولة؟ Haben Sie، هون بهيدي الحالة استعملوا perfect، Haben Sie einen Tisch reserviert. اوكي، طبعا هون عندنا اكوزاتيف بهاي الحاله. اوكي، الجاست حيقول له Guten Tag. Nein, wir haben keine Reservierung. يوم جيد او يوم سعيد. Nein، لا، wir haben keine Reservierung، يعني ليس لدينا حجز. Reservierung. Haben Sie einen Tisch für zwei Personen؟ الكلنر رجع قال له عندك طاولة لشخصين؟ هل لديك طاولة لشخصين؟ هيدا أو يعني هن بعدهم ما قعدوا على التش، ما قعدوا على الطاولة. الكلنر قال له يا ناتوليش، بيتي فولجن زي مي، يعني نعم بالطبع، من فضلك اتبعني. Möchten Sie am Fenster sitzen؟ Möchten Sie am Fenster sitzen؟ يعني أنت بتحب، هل تود أو ترغب في الجلوس بجانب النافذة، يعني على الشباك؟ الجاست قال له يا داس فير شون، فيلن دانك، نعم هذا سيكون لطيفا أو جميلا. فيلن دانك، هلا ممكن هون تكون جميلا. أوكي، أم تش، هلا هن على الطاولة، يعني الكلنا قعد على الطاولة. هي است شبايز كارت، قصدي الجاست قعد على الطاولة. هي است شبايز كارت، يعني هنا القائمة، شبايز كارت المنيو. Möchten Sie etwas zu trinken bestellen؟ يعني هل ترغب في طلب شيء للشرب؟ بشتلن هو فيرب جدا مهم لتطلب شيء بالمطعم. يطلب، اوكي. يا ايش hätte gern ein Glas Wasser. هيدي العباره بستعملها هي الكونيونكتيف 2 لما بدي اطلب شيء، اريد كوبا من الماء. ايش hätte gern هو الكونيونكتيف 2، من الهابن، فون هابن بتصير هاتن. اوكي، Ja, ich hätte gern ein Glas Wasser und ein Bier, bitte. Kellner, sehr gerne. Sehr gerne. Und für Sie, Herr oder Fräulein? Ja, Anissa, يعني Fräulein, يعني ja, Anissa, أو ja, Sayyid. Okay, بكل سرور، بالنسبة لك يا أنسة أو أو السيد. الجاست تو ممكن يكونوا شخصين، لأنه هو قال بده تش لشخصين، في تسفاي بيزونن. Ich nehme auch ein Glas Wasser, bitte. يعني استعمل كمان هون عبارة Ich nehme auch. سأخذ كوبا من الماء أيضا من فضلك. كلنا kommt sofort. تعال على الفور. Brauchen Sie noch etwas Zeit, um Ihre Speisen auszuwählen? هل تحتاج إلى المزيد من الوقت لاختيار أطباقك؟ الطبق يعني تبعه. Brauchen Sie noch etwas Zeit, um Ihre Speisen auszuwählen؟
كون استعملنا هون براوخن فنحن لازم نستعمل تسو لأنه صار عنا فعلان وأوسفيلن هو تخمبارس فيرب. جاست يا بيت نوخ ein paar Minuten, بضع دقائق أخرى من فضلك. كلنا كاين بروبليم إش كومي جلايش فيدا. كاين بروبليم إش كومي جلايش فيدا. أوكي؟ nach ein paar Minuten يعني بعد الدقائق كلنا. Sind Sie bereit zu bestellen؟ هل أنت مستعد لعمل طلب؟ bereit يعني مستعد. Ja, wir sind bereit. Ich nehme das Wiener Schnitzel mit Pommes. Okay. نعم نحن مستعدون. أنا آخذ Wiener Schnitzel يعني هو السكالوب. شنيتسل سكالوب بس الفينا يعني تبع فيينا مت بومس مع بطاطا مقليه. الجاست 2 قال له und ich hätte gern رجعوا استعملوا ich hätte gern den سيزر سلات مت هنشن يعني بدهم سيزر سلات بالدجاج مت هنشن. اوكي الكلنا قال لهم sehr gern sehr gut möchten Sie noch etwas dazu هل تريد اي شيء اخر؟ Nein, das ist alles. Vielen Dank. Nein, das ist alles. Vielen Dank. هذا كل شيء. Vielen Dank. Okay, Kellner, also in Ordnung, bitte, yani in Ordnung بالترتيب oder Ihre Bestellung kommt gleich. هلا مش معناته انه بالترتيب يعني حسنا. Okay. حسنا. Okay. Später, yani Kellner, hat es Ihnen geschmeckt? يعني هل استمتعت بوجبتك؟ اوكي بعد ما طلب ورجع اجى الكلنا وعم بيشوف يعني الفيدباك تبعه. جاست قال له يا اسفا زيلك دانك يعني كان كتير لذيذ دانك. داس فرويت مش تو هورن. ميشتن سي نوخ اين ديسيرت؟ ولا اينن كافي؟ بدك بعد حلوى او قهوة؟ ناين جاست 2 قال له ناين دانك في ميشتن جان تسالن. نحن انه بدنا نرغب انه ندفع. كلنا قال له natürlich bringe ihnen die Rechnung يعني انا حجيب لكم الفاتوره. perfect قال له perfect الغاست danke. اوكي perfect danke شكرا لك. اوكي هذا كان هيك ممكن نحن نستفيد من هيدي الجمل بالام ريستورون نستعملها مع الكلنا فهي مش كتير صعبه فينا نحفظ قدر المستطاع منهم ونقدر نستعملهم ام ريستوران. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب واشتركوا بالقناه وزيش اويش ناس تسمع بس ثم ناس تسمع. تشوس.